في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 108 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1471 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 172 ألف لتر مواد بترولية و20 طن مازوت تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8999 قضية تموينية بمضبوطات وزنت قرابة 2475 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 61 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 871.5 طن. كما تم ضبط 25 قضية في مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 172.5 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 1942 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت قرابة 161 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 113 قضية استداء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 520.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت أكثر من 12 طن. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر في مجال مواد البناء بمضبوطات بلغت 80 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 315,148 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 65,614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4517 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 216 سائقا منهم. كما تم المرور على 174 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 469 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 470 مركبة وتبين مخالفة عدد 36 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 402 سيارة و50 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. كما تم ضبط 13,451 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها عن ضبط عدد 1978 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط عدد 2059 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط عدد 4149 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص وضبط عدد 3820 مخالفة ملصقات وضبط عدد 198 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 817 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي
ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 59548 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت قرابة 42 مليون جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 285 قضية، من بينها 162 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و123 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 253.5 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2022 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2.678 مليار مليون جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة قرابة مليوني جنيه.